في سرابيت الخادم. أنا انبسطت جدا ومن أول لما جيت كنت حابب إن أنا أجي فعلا على اللي أنا قريته عن سرابيت الخادم. البداية من أول ما تكون سرابيت الخادم تحس إن أنت في فيو طبيعي وحاجة الناس تحس بها كويس قوي. تنتقل بعد ذلك تطلع لمعبد سرابيت الخادم حتحور زي الناس كلها بتقول، حاجة ممتازة جدا. الفيو من فوق المعبد نفسه قطعة يعني مهمة جدا في سيناء، قطعة لازم ان احنا نحافظ عليها، واعتقد كل الناس اللي بتيجي هنا حاسة بالموضوع ده. يقعد يوم واحد باي باي.